واختلفوا يعني هل يعني شخص من طرابلس هذا هو الشغل، هل طرابلس مجلس الوزراء وعقيلة صالح رئيس الرئاسي اللي رأيناهم الآن وجربناهم، أنت كيف ما زال حتى من أهل طرابلس لتولي الوزارات، أنت جربتهم الآن معك عامين ولا ثلاثة ولا معك عامان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا كذا، الآن ما فائدة تجربتهم مرة أخرى؟ لنراها الآن في الوزراء الموجودين في الحكومة الموجودة، مراني إنسان هو ما زال مستمر مع الثورة إلى وزير الدفاع فقط، هذا نشوف في كلامه وفي تصريحاته وفي مواقفه نرى مواقفه وما زالت هي منسجمة مع بداية الثورة ومبادئ الثورة، لكن باقي الوزراء الآخرين حتى وإن كانوا محسوبين على الثورة في أول أمرها وفي شهورها الأولى يعني آلاف مؤلفة كانوا مع الثورة ثم انقلبوا عليها وصاروا يعملون مع العدو لا يعملون مع الثورة، هو محسوب صحيح مع الثورة لكن عمله من ناحية العملية وليس مع الثورة. فعندما نبقى حين نتخاصم على أشخاص جربناهم ويعني رأينا لا يرون الآن السجون في البلاد والظلم والقهر والعصابات اللي تقتل واللي تسجن خارج القانون ولا أحد يحرك ساكن، كل ما يخرج حتى الناس اللي يخرجوا أهالي بنغازي يخرجون تقريبا كل أسبوع نساء وصغار وأولاد يبكون ويصرخون يقفون أمام الداخلية أمام الرئاسة وكذا كل أسبوع، يقول يا ناس عندنا أولاد عندنا شباب أنتم تعاملوا فيهم مجرمين وهم ما حملتهمش إلى محاكم ولا وجهتوا لهم تهمة، قاعدين في العذاب وفي السجون وفي المعتقلات وفي ظروف صعبة وفي تعذيب وفي حولوهم للقانون، كل ما يتكلموا كل ما يصغوا لا أحد يستمع إليهم، لا وزير داخلية لا وزير عدل لا رئاسي وكذا، وثم بعدين نجدهم يعني يتخاصموا نحطوا الرئيس الوزير الفلاني هو رئيس الوزراء، يعني ما الذي قدمه هذا الوزير اللي تريد أن ترقيه أنت تعطيه ترقية لرئيس الوزراء؟ هل استطاع ينفذ القانون؟ هل استطاع يخرج حتى مسجونين مظلومين وهو يعلم أنهم مظلومين استطاع يخرجهم؟ ما استطاع. وذلك أقول هذه الحوارات كلها هي نظر فيها إلى المصالح الخاصة وتنفيذ ما يريده المجتمع الدولي وما يريده أعداؤنا ببلادنا، وليس هناك يعني أشياء منطلقة من مصالح وطنية ولا خوف من الله ولا مراعاة المستضعفين ولا رفع الظلم على الناس، هذا كله ما رأيناه، وإذا كانت نتيجة الحوار نتيجة مخيبة ولم يوفقوا إلى شيء لأنهم هم أصلا وأساسا ما كانوا يمثلون الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا، وإنما هو يعني انتحال وتزوير، وفرضتهم البعثة الأممية وأعطتهم هذه الصفة لأنها رأتهم أنهم يعني على مقاسها ويمكن أن ينفذوا طلبات حتى لو لم ينفذوها في المرة الأولى سينفذوها في المرة الثانية.